تيرشتيغن. تسديدة ثانية ممتازة من كاراسكو هذه المرة. تيرشتيغن يستلم الكرة بداية موفق في المونديز يلعبها لفيليبي لويز والتوزيع الرصية با 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 ثالث كرة صعبة في المباراة لأتلتيكو مدريد بعد 7 دقائق لعب. برشلونة اليوم خل يبعد عن غريزمان صول نيغوازو تلاحظون معي انطلاقة ثانية يسترجع الكرة التسديدة من ماتشيرانو والدفاع يسد والكرة تروح مباشرة للتماس. هذه أول كرة صعبة لبرشلونة ولكن لحل يبعد عن غريزمان صول نيغوازو جوردي يبعد عن نيمار. وين نيمار؟ وين سواريز؟ وين ليو؟ أين لسواريز؟ وصلت كرة لراكيتيج عن جهة اليمنى. راكيتيج كرته لم تمر لم يقدر لاعبو برشلونة على إيصال الكرة لنيمار وسواريز وليو ميسي. الكرة من قبل مارتيرانو يرجع مطر للخلف يحاولون إخراج لاعبي فريق أتلتيكو مدريد. كرة ثانية يسترجع الكرة التسديدة من مارتيرانو والدفاع يصد والكرة تروح مباشرة للتماس. هذه أول كرة الحكم. هل هناك شيء ما يا سيد الحكم؟ جماهير الأتلتيكو تهتف وتضغط. اللعبة كم كانت رائعة. الكرة لنيمار ميسي فوق المرمى بعيدة يا ليو. ضيعت لنا الوقت فقط وطولت الانتظار فقط يا ليو ميسي. ضيعت لنا الوقت على الإثارة وعلى المتعة وعلى اللعبة وعلى الكرة وليس على شيء آخر. العاد كالنحل اللاعبين تاع أتلتيكو مدريد وداني الفاج والحارس من جابي وصلها لساول نيغويز يرفع وبابا جول 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 إيلياي فانتاستيكو غريزمان. لأول مرة غريزمان يسجل على البارسا بألوان الأتلتيكو عند الدقيقة 36 فعلها بالراس راسي تكذابي يا غريزمان. افتح مجال التسجيل من امام تيرشتيغن جول وفران نيمار ولالا يا رباك يستلمها. نعم يستلم هذه الكره. تصوروا معي بعد 41 سنتي كراسكو يدخل كراسكو يواصل ويسدد با 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 با. لو كملت يا ساول يا نيغويز كنت ستلحق بهذه الكرة من قبل المتميز يعني كاراسكو. تسديدة أرضية صدها والحكم عند الدقيقة 5. ولا أنا سم ولا أنا
حماس ولا أسمام ولا أسمان. نعم تعديلها ليو يستعد المخالفة ليو بابا ضاعت ضاعت وراحت وفاز وتأهل أتلتيكو مدريد فاز وتأهل أتلتيكو مدريد. البارسا يخرج من دوري أبطال أوروبا في الدورة الرابعة.